نأتي إليك لنسمع كلامك ونحظى بالحرية. قم احمل كل أتعابك وتعب. سيأتي المسيح وليس لقلبي رجاء سوى أن يجيء المسيح. الإله الحي الذي نعبده ونحبه ونخافه هو مخلص جميع الناس. الصليب أعلنت محبة الله للإنسان. هل تصالح مع الله؟ تعال إليه هتجد الراحة فيه، مش هتجد الراحة في أي حاجة تانية. أهلا وسهلا بكم أحبائنا المشاهدين في كل مكان، نلتقيكم مرة ثانية من قناة الآرامية، وأهلا وسهلا بكم جميعا في هذه المناسبة الخاصة والمميزة لخدمة ولدعم عمل الرب في كل مكان. أحبائنا المشاهدين، هذه الليلة ليلة مميزة وليلة خاصة، نصلي للرب أن يهيئ نفوسنا ويهيئ قلوبنا أنه نرفع ونمجد اسم الرب في هذه الليلة. جايين هذه الليلة لنعطي كل المجد وكل الجلال وكل البهاء والعز والإكرام لإلهنا الرب الإله. هذه الليلة حابة أنه نستضيف في حلقتنا اليوم معنا القس الدكتور فادي. أهلا وسهلا بك، الرب يستخدمك هذه الليلة. ومعنا أيضا من وينزر الأخت نادين. أهلا وسهلا بك يا أخت نادين. أهلا بك أختي، ربي باركي. وربي باركي. وأيضا معنا الأخت أمل. أهلا وسهلا أخت أمل. أهلا وسهلا، ربي بارك. وأيضا عازف الكيبورد الأخ ليث. أهلا وسهلا بك. أهلا بيك، وربي يستخدمك اليوم أنه تعزف للرب وتمجد اسم الرب. آمين آمين, آمين. بداية في حلقتنا هذا المساء نحب أنه نهيئ قلوبنا ونفوسنا أن تكون كذبيحة حية مقدسة أمام الرب. رح أطلب من القس فادي أنه يرفع هذا المكان ويرفع كل مشاهدين الآن في كل مكان أمام عرش النعمة، لكيما الرب يهيئ قلوبنا ونفوسنا وأفكارنا أن تكون مركزة في كلمة الرب. تفضل القس فادي. أمين. أبونا السامي إلهنا القدوس، يا رب، يا رب ما أعظمك أنت يا رب. يا رب احنا نطلب حضورك يا رب في هذا المكان يا رب. نطلب يا رب روحك القدوس يا رب يكون علينا جميعا يا رب. يا رب تعطي يا رب سور من نار يا رب على كل الأجهزة يا رب، على كل الكادر يا رب، وعلى كل الأخوة والأخوات يا رب اللي موجودين في هالمكان يا رب. يا رب اجعل يا رب كلمتك يا رب تظهر من خلالنا يا رب. اجعل يا رب كل اخوتي واخواتي المشاهدين يا رب يروك فينا يا رب. اعطي مجد لاسمك من خلالنا يا رب، ليتمجد اسمك يا رب، لتكن مشيئتك يا رب في هذا البرنامج يا رب. يا رب احنا نطلب منك يا رب ان تساعدنا يا رب كمؤمنين ان نفهم كيف ممكن ان يا رب نسلك في الضيقات، وكيف أنت تكون معنا في الضيقات يا رب. يا رب أنا أطلب مسحة من روحك يا رب على كل إخوتي وأخواتي اللي يشاهدون الآن على قناة التلفزيون يا رب. يا رب كل الإخوة والأخوات اللي معنا يا رب تعطيهم بركة في بيوتهم يا رب، وتعطيهم لمسة من روحك يا رب. يا رب اخفينا احنا المتكلمين جميعا خلف صليبك، واظهر بمجدك في هذا المكان. وأنا أصلي كل شيء باسم فادي ومخلصنا يسوع المسيح، له كل المجد. آمين. لإلهنا كل المجد. آمين. Thank you Pastor Fadi. أحبائنا المشاهدين، نحن ما زلنا معكم في مناسبة لدعم خدمة الرب ولاستمرار عمل الرب في قناة الآرامية. هدفنا في القناة هو أن تصل كلمة الرب إلى كل الخليقة، أنه تخلص النفوس البعيدة عن الرب، أنه العالم ينتقل من الظلمة إلى النور. وشعار هذه النهضة هو إليك نصرخ يا الله. دعونا في هذه اللحظات أن نصرخ إلى الله حتى الرب يسمع صلاتنا والرب يسمع إلى دعانا. فأترككم الآن مع الأخت نادين، تفضلي. Thank you.
شديدة إليك، فأنا بحاجة شديدة إليك. جازت من فوق الطيارات وأغرقتني الضيقات، والعشب التف براسي، والعشب التف براسي، والماء عبر إلى نفسي، والماء عبر إلى نفسي. اسمع صراخي يا سيدي، وإلى صلاتي أميل أذنيك، ارحمني وامسك بيدي، ارحمني وامسك بيدي، فأنا بحاجة شديدة إليك، فأنا بحاجة شديدة. صلى يونان من جوف الحوت، أصدرت أمرا ألا يموت، من جوف الهاوي صارخ، من جوف الهاوي صارخ، وبالمراحم سمع يا سيدي، وإلى صلاتي أميل أذنيك، ارحمني وامسك بيدي، ارحمني وامسك بيدي، فأنا بحاجة شديدة إليك، شديدة إليك. بصوت الحمد أذبحنا، وأعود أنظر هيكلك، بصوت الحمد أذبحنا، وأعود أنظر هيكلك، لأنك استجبت لي، لأنك استجبت لي، كل ما في يشكرك، كل ما في يشكرك. اسمع صراخي يا سيدي، وإلى صلاتي أمل أذنيك، ارحمني وامسك بيدي، ارحمني وامسك بيدي، فأنا بحاجة شديدة إليك، فأنا بحاجة شديدة. آمين. اسمع صراخي يا سيدي، وإلى صلاتي أمل أذنيك، ارحمني وامسك بيديك، وأنا بحاجة شديدة إليك. مشاهدينا الكرام، حلقتنا في هذه الليلة فعلا راح تكون مميزة، وراح يكون فيها حضور الله واضح في هذه الحلقة. راح أترككم مع فاصل وأعود معكم بعد قليل، ابقوا معنا. أعزائي
أعزائي المشاهدين، وإحنا بنحتفل بالعيد الثامن لقناة الأرامية هشارككم بقصة حقيقية عن مرسل بعد ما أدى وقت إرساليته ورجع لكنيسته يدي الأخبار ويقول لهم محتاجين للدعم، ونرى إزاي الرب يقيم شخص مكاني يذهب لهذه الإرسالية. ابتدى الراعي يصلي وابتدى يضع باسكت أو وعاء كبير قدام المنبر، وابتدت الناس تضع في هذا الوعاء كل ما عندها من أموال، من فاكهة وخضار خدوه من الزراعة بتاعتهم، من ملابس، كل شيء عندهم اتبرعوا بيه علشان يدعموا هذه الإرسالية لهذه البلاد الفقيرة المحتاجة اللي يمكن ما حدش قادر يوصل لها. وفجأة جري ولد صغير، طفل صغير عنده يمكن 7 سنوات، وجري وبص كده للقسيس وقال له: أبونا أنا ما عنديش حاجة أقدمها، لا عندي أموال ولا عندي فاكهة ولا عندي لبس، ما عنديش حاجة. ولدهشة الكل قفز جوه الوعاء وقال له: يسوع يقبلني أكون أنا عطية يستخدمها المجد في هذه الإرسالية؟ اللي الطفل الصغير ده عمله بكل تواضع وحب وبراءة أطفال تستطيع أنت أنك تعمله. يمكن ما تقدرش تروح إرسالية في أماكن صعبة، لكن من خلال هذه القناة، قناة الأرامية، تقدر توصل رسالة المسيح. عشان كده أدعوك أنه تساهم وتعضد بالصلاة وبالدعم. اسأل الروح القدس والرب يستخدم عطيتك لمجد اسمه في كل مكان بتصل إليه هذه القناة. كل عام وأنتم بخير. أهلا بكم مشاهدينا مرة ثانية في حلقتنا هذه الليلة، وحلقتنا معنونة بسلوك المؤمن خلال الضيقات، ومعنا القس الدكتور فادي في هذه الليلة، ونصلي أنه الرب يعطيه كلام، ونصلي أيضا أن تكون هذه الرسالة في هذه الليلة تكون سبب بركة وسبب تشجيع لكل من يشاهدنا في هذه الليلة. مشاهدينا الكرام، اليوم احنا ايضا حلقتنا هي ما زالت في، احنا زلنا في نهضة جمع التقدمات لخدمة الرب. اي شخص يحب انه يشاركنا في هذه الامسية يستطيع انه يتصل بالآرامية والخطوط مفتوحة، فاحنا نرحب بكل الاتصالات في هذه الليلة. سلوك المؤمن خلال الضيقات. قال الرب يسوع: في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أني قد غلبت العالم. دكتور فادي، الرب يسوع أعطانا وعود كثيرة في الكتاب المقدس، ومنها هو أنه ثقوا أني قد غلبت العالم. يعني الرب أعطانا وعد وأعطانا الغلبة، لكن المؤمن ما يستطيع أنه يحصل على هذه الغلبة إذا هناك أوامر يجب أن ننفذها. لكن في مؤمنين، يعني في مؤمنين ينفذون هذه الأوامر، لكن في مؤمنين آخرين يكون صعب عليهم. فكيف إذا تنطينا الفرق بين هذين النوعين من المؤمنين، وكيف المؤمن يتصرف في هذه الظروف؟ ممكن يكون ألم، ممكن يكون اضطهاد، ممكن يكون مرض، فكيف توضح هذا للمشاهد؟ أمين. ربي يبارك على هذا السؤال. كنا نعرف أنه المؤمن يدخل في ضيقات كثيرة، وعلى فكرة غير المؤمن أيضا يدخل في ضيقات، لكن في هاللحظة راح نتكلم عن المؤمن وهو يدخل في ضيقات. المؤمن لما يدخل في ضيق يعرف أنه هو في ضيق، يعني عنده روح التمييز أنه هو في داخل ضيق. يبقى لكن هناك أكو مؤمن ثابت الإيمان ومؤمن متزعزع الإيمان. فالفرق بين مؤمن ثابت الإيمان هو الشخص اللي يقاد بالروح القدس، فراح يختار الاختيار الصحيح في وقت الخطر، ويختار الاختيار الصحيح في وقت الضيقات. أما المؤمن اللي هو غير ثابت في الإيمان أو قلق الإيمان، راح يختار على الأغلب الاختيار البشري، وعلى الأغلب راح يكون هذا الاختيار هو الخطأ أو التصرف الخطأ في وقت الضيقات. ولهذا نشوف في كلمة الرب في رسالة كورنثس الأولى
في الإصحاح الثالث في الآية 13 تتكلم كلمة الرب وتقول لأنه بنار يستعلن وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو، إن بقي عمل أحد قد بناه عليه فسيأخذ أجرة، إن احترق عمل أحد فسيخسر، وأما هو فسيخلص ولكن كما بنار. إذن عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، خليك معي نفهم هذا النص. يتكلم وحي الروح القدس عن وجود نار، والنار هي هذه الضيقات اللي نتكلم عنها يدخل بها المؤمن. فإذا كان هذه النار تحرق هذا العمل، إذا كانت هالضيقات تحرق هذا العمل، فراح يصير كأنما النار إذا تخلي بها شيء ويحترق، معناته هذا كان مصنوع من حطب، كان مصنوع من رماد، كان مصنوع من شيء قابل للاحتراق. أما إذا ما احترق الشيء، معناته أما هو كان من ذهب فتصفى، أو كان هو من صخر فهو قوي جدا بحيث النار ممكن أن تتغلب علينه. فاليوم الرب يريدنا أن نمتحن أنفسنا ونسأل أنفسنا، هل إحنا المؤمن اللي لو امتحن عمله وسلوكه في وقت الضيقات رح يحترق بالنار أم لا يحترق بالنار؟ وهل مهم أن نعرف الجواب؟ نعم مهم جدا، لأن ارجع معي إلى الآية يقول إن احترق عمل أحد فسيخسر، وأما هو فسيخلص ولكن كما بنار. إذن هل تحب يا أخوي ويا أختي المؤمنة أن أنت تكون مؤمن لكنك تخسر وعملك يحترق بنار؟ بالتأكيد نعرف أنه أنت ما تريد هذا الشيء. فإذن هي فرصة لنا جميعا اليوم في بداية هالبرنامج أن نمتحن أنفسنا ونطلب من الرب أن يكشف لنا من نحن، هل إحنا المؤمن الثابت في الإيمان أم إحنا المؤمن المتقلقل في الإيمان؟ آمين. يعني حضرتك قلت أنه هو امتحان، إذن الضيق هو امتحان، لكن أيضا ذكرت نقطة لفتت انتباهي، هو أنه المؤمن لازم يستطيع أنه يميز. في مؤمنين ما يكون عندهم روح التمييز قسيس، كيف راح يحلون هالمشكلة؟ كيف راح ينجحون بالامتحان؟ نعم، هذا هو اللي راح يصير، أنه المؤمن اللي لازال ما عنده روح التمييز هو المؤمن اللي متقلقل، ولهذا راح يختار الاختيار الخطأ، لأنه غير قادر على أن يميز ما هو إرشاد الروح القدس، ما هو إرشاد مشيئة الله إلي. كل ضيق، أنا من الناس اللي لما أدخل في ضيق أول شيء أصلي أقول يا رب حقق قصدك من هذا الضيق، لأن أكو درس لازم أتعلمه، ولهذا الرب سمح أني أدخل في هذا الضيق، لأن الله محب والله أب، الله ما يريد أدخل أنا في ضيق حتى يؤذيني، وإنما الله يريدني أدخل في الضيق حتى أتعلم درس، فحتى أقصر المدة وأسهل الأمر علي، وحتى مشيئة الرب تصير فيا ويعمل الرب فيا، من البداية أقول له يا رب أنا في ضيق، لأنه إذا عندي روح التمييز راح أعرف أني أنا في ضيق، ما أكون مخدوع، وأطلب منه يا رب حقق قصدك، علمني الدرس، ها أنا ذا فأرسلني، صح ولا لا؟ فالمشكلة في المؤمن اللي ما يكون عنده روح التمييز، هذا راح يظل يدور ويحوم في نفس المكان، لأنه ما يعرف هو وين موجود، ما يعرف شنو هي مشيئة الله، وراح يظل ينتقل من اختيار خطأ إلى اختيار خطأ. لكن رحمة الله، نشكر الرب لأنه هو يقول أنا هو الراعي الصالح، ومن ما أحلى في التأمل لما نشوف أنه هو الراعي الصالح، الراعي له عصاية، صح ولا لا؟ والعصاية بها رأس مستقيم ورأس مثل ما يسمونه حرف جي، مثل المظلة. فالعصاية الرأس المستقيم هي يد التأديب، اللي هي لما نزيح عن الطريق ونروح نطلع عن الطريق يضربنا بها على الجانب حتى نرجع إلى الطريق، ولما نقع فيستخدم الجزء الثاني اللي هو اللي يرفع ويخلينا تحت أكتافنا ويرفعنا من مكان سقطتنا ويرجعنا على الطريق. هل يرجعنا إلى نفس النقطة اللي إحنا بدينا منها، ولا يرفعنا إلى مستوى أعلى من اللي كنا إحنا به؟ هذا شيء راح يحكم الرب حسب علاقتنا مع الرب. إذا الرب يعرف أنه إحنا أخطأنا مو عن قصد، وأنه إحنا زلينا في الطريق، فالرب دوما هو ينتظر من عندنا أن نتوب، وبلحظة التوبة يرجعنا دوما إلى الأمام، يقدمنا إلى الأمام. أما إذا إحنا مقسين قلوبنا، فالله راح يضطر أنه مثل ما نقول العصاية تثقل، أنه راح يظل يأدب ويأدب، وراح نظل في مكاننا، نراوح في مكاننا. وبهذا الوقت ذكري هو قال أنه سيخلص لكن كما بنار، يعني نعم، لأن إحنا نحكي اثنين مؤمن، شخص مؤمن ثابت، شخص مؤمن قلق، الاثنين مؤمنين بالرب يسوع، ووعد الرب أنه نامت بالرب يسوع تخلص أنت وأهل بيتك، فهو يخلص لكنه كما بنار، يعني راح يخجل، راح يتمنى
ويحس كأنما لو أنا رايح للنار كان أحسن لي، يا ريتني لو أنا كنت المؤمن ثابت. أمين. فأنا صلاتي أنه كل أخوتي المجاهدين وأخواتي اللي يشاهدون اليوم يتخذ القرار ويقرع على صدره ويقول له يا رب اجعلني أكون هذا المؤمن الثابت بالإيمان. آمين آمين. أنا أشكرك جدا عن الكلمة الرائعة، فعلا الرب دي يتكلم مع كثيرين في هذه الليلة، وإحنا حابين أنه نسمع أصواتكم وتشاركونا وتشاركونا باختباراتكم أيضا. معنا الأخت بلقيس، تفضلي أنت على الهواء. مساء الخير. مساء الخير أخت بلقيس. سلام المسيح للجميع. سلام الرب معك أيضا. الله يخليك حبيبتي. ممكن أسأل القس فادي سؤال؟ نعم تفضلي. مرحبا، شلون القس؟ أهلا وسهلا، ربي يبارك ويقويك. الله يخليك قس فادي. أسأل يعني هل المؤمن خلال الضيقات ممكن يرتكب خطية وهذه الخطية تودي يعني أجرتها الموت؟ أمين. أشكرك أخت بلقيس على هذا السؤال، وفرحان بالسؤال، أنه لكل أخوتي وأخواتي المشاهدين أنه يعني يعرفون جواب هذا السؤال. كنا نعرف أنه كلمة الرب قالت أنه أجرة الخطيئة هي موت، وإحنا ما نؤمن أكو خطيئة كبيرة وخطيئة صغيرة وخطيئة بيضة وخطيئة سوداء، كل خطيئة أجرتها هي موت. لكن نلاحظ في رسالة يوحنا، في رسالة يوحنا الأولى في الإصحاح الخامس يتكلم عن نوع من خطيئة. لو نشوف يوحنا الأولى 5 يقول في الآية 17 كل إثم هو خطيئة، وتوجد خطيئة ليست للموت. وهذا شيء قد يكون سبب التباس لكثيرين، يقول لك إذن انتبه أكو خطيئة للموت وأكو خطيئة للموت. أنا خطيئتي بسيطة، أنا فقط كذبت على شخص، هذه مو مشكلة. لكن أبدا هذا ما يعني النص. النص اللي يعني أنه أكو خطيئة ليست للموت، والآن رح نجي عليها، لكن المبدأ الأساسي في كل الكتاب المقدس أجرة الخطيئة هو موت، وماكو موت يزال هالأجرة إلا بسفك دم، وماكو دم في العهد القديم ممكن أن يسفك غير دم الرب يسوع المسيح، لأن هو الوحيد اللي انسفك وأعطى ذبيحة كاملة كفارية ما ممكن أحد يجي بعده يكمل ولا تحتاج، ولا العمل كله تم، ولهذا قال على الصليب ها قد تم. يبقى إذا شنو هالخطيئة التي ليست للموت؟ الخطيئة التي ليست للموت هي الخطيئة اللي أنا كمؤمن وبالأخص تصير في وقت الضيقة راح تزل قدماي، صح ولا لا؟ راح أزل، لكن هل أنا ردت أن أزل؟ لا، أنا كان قلبي صافي وأقول له يا رب ساعدني أنا إنسان ضعيف، لكن زلت قدمي فأنا أخطأت. لحد الآن الخطيئة نعم أجرتها موت، لكن لأني أنا مؤمن ولأني أعرف أني زليت فرح أرجع وأتوب. هذه الخطية اللي أنا ما ارتكبتها بعمد وسأتوب عنها، هذه الخطية التي الله يعرف أن نهايتها ليست للموت، لأنه الله أمين وعادل، ما دام إحنا نتوب عن خطايانا ونعترف بخطايانا فهو أمين وعادل. أمين. زين، وإلنا شفيع اللي هو الرب يسوع المسيح. فإذا أنا أشكر الأخت بلقيس على هذا السؤال، أنه كل الخطية وحتى أنت كمؤمن في الضيقات، الخطية نعم خطرة جدا وتؤدي للموت، لكن الخبر سار أنه الرب يسوع لما انصلب كان فاتح إيده على الصليب ويقول لكل شخص أنه أنا مستعد أن أسامحك. فالخطية التي ليست للموت هي الخطية التي ترتكب بدون عمد والتي نتوب عنها. لازم يأكو بالنهاية توبة حتى نستفيد من عمل الفداء اللي عمله الرب يسوع المسيح على الصليب، وبذلك 100% يكون الجزاء الموت يرفع، لأن الرب يسوع مات لأجلنا على الصليب، ونشكر لأنه قام أيضا وانتصر على الموت. آمين. لإلهنا كل المجد. شكرا أخت بلقيس من أجل هذا السؤال الرائع فعلا، وأكيد الرب دي يتكلم مع أشخاص كثيرين الآن. آمين. يشاهدونا، والرب اليوم يريد أنه تأتي إلى وينطيك حياة أبدية كما قال القس فادي. اليوم هو يوم خلاص، اليوم هو يوم مقبول، اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. أحبائنا المشاهدين، أترككم الآن مع فاصل.
تكنز لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنز لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون. أين تكنز؟ وما هو كنزك في السماء؟ وكم هو رصيدك هناك؟ نحن نعمل في النفوس ليغيرها الرب، فنثمر للملكوت حياة أبدية، وهذا هو الكنز الذي لنا في السماء. كن شريكاً معنا وساهم في الحصاد. صلوا لأجل هذه الخدمة. الصلاة هي رائحة بخور زكية أمام الرب. صلوا من أجل استمرار خدمتنا. ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي، اورثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فآويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك؟ فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوة هؤلاء الأصاغر فبي فعلته. أهلا وسهلا بكم مرة ثانية أحبائنا المشاهدين في هذه الليلة المباركة، وفعلا حضور الرب معنا هذه الليلة، فدعونا هذه الليلة نعطي المجد ونعطي التسبيح لإلهنا، إلهنا العظيم، إلهنا يستحق، إلهنا يستحق كل إكرام، إلهنا يستحق كل تمجيد. الآن أخليكم ويا الأخت نادين والأخ ليث في ترنيمة نمجد بها ونعظم بها اسم الرب، تفضلي. وقتي لما تكون صعابي حجب عن عيني السماء، والقى نفسي في اضطرابي بين حقايق مؤلمة. وقتي لما تكون صعابي حجب عن See.
شكوك تنهش في بالي من يشيل حملي التقيل وقت لما تكون جبالي واقفة ضدي مستحيل والشكوك تنهش في بالي من يشيل نادين. فعلا إلهنا هو إله المستحيلات، إلهنا يستطيع كل شيء ولا يعسر عليه أمر. في القديم قال أحد رجال الله: من أنا ومن هو شعبي حتى نستطيع أن ننتدب؟ لأنه منك الجميع ومن يدك أعطيناك الغنى والكرامة من لدنك. أحبائنا المشاهدين، في هذه الليلة دعونا بهذه الروح أن نأتي إلى عرش النعمة وأن نقدم إلى الرب كل ما أغلى وأثمن شيء أدنى. إلهنا يستحق، إلهنا يستحق أنه نقدم له، لأنه كل الأشياء اللي عندنا هي له، هي من عنده. فأرجوكم في هذه الليلة أسأل وأطلب، إذا كان الرب يطلب من عندك هذه الليلة أنه تأتي أمامه وتقدم قلبك كذبيحة حية أمامه، قدم ولا تخاف. احنا اليوم آتين، واكيد في عندنا اختبارات كثيره هذه الليله. في عندنا اخت امل من وينزر كندا، في عندها اختبارات كثيره، وايضا هي من الاخوات فعلا من ابطال الايمان اللي تجاهد في سبيل انه خدمه الرب تستمر، وتعلن اختبارها اليوم امامكم، وفعلا شاركتنا في هذه النهضة وكان لها وقفات رائعة مع الآرامية. فأنا راح أطلب من الأخت أمل أنه تشاركنا بهذا الاختبار. تفضلي أخت أمل.
نشكر الرب لأجل الأرامية، نشكر الرب لأجل كل خدام الأرامية اللي يعملون خلف الستار، الأخوة المباركين. نشكر الرب لأجل الأرامية، فعلا الأرامية هي بالنسبة لي يعني نميت بالإيمان حقيقة. كنت كل يوم أتابع أرامية أو أجي أتابع أرامية وأقوى بالإيمان وأتعلم منه كثير، أتعلم كلمة الرب. إذا أريد ترنيم فالترنيم موجود، إذا أسبح أسبح، إذا أسمع وعظة فأتبارك كثير. فعلا أرامية بالنسبة لي يعني عن اختباري أنا مريت بضيقة صعبة كانت، ولما طبعا أرامية أجي أفتح الأرامية أتبارك وأرتفع بالروح وكأنه أنا طايرة بالسماء. يعني فعلا أرامية أنا بالنسبة لي اشتغلت فترة بارت تايم، فرجعت تقريبا أسبوعين ما قدرت أشوف اللايف شو، فكأنه ضيعة أنا، يعني حسيت نفسي أنا تايهة وضيعة. فنشكر رب لأجل أرامية، وأنا يعني أشجع يعني كخادمة للرب يسوع أنه الكل يتبركون، أنه نشجع بعضنا بعض، أنه نتبرع، لأن الخدام يجون من أماكن بعيدة يسوقون ساعات طويلة على مود يجون يخدمون، كل هاي لأجل مجد المسيح. وما ننسى المسيح قال اذهبوا العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن. إذا احنا علينا مسؤولية كنبشر بالرب يسوع ونخدم الرب يسوع لأجل الآخرين، نوصل رسالة المسيح على لما يشوفون الرسالة يعرفون أنه احنا محتاجين إلى مخلص، لأن احنا بدون المسيح نهلك. فالمسيح هو المخلص اللي جاء العالم ليخلص الخطاة اللي أولهم أنا. نشكر الرب أنه لأجل الأرامية أجين، يعني أنه تعب كثير، جهود جبارة، فنريد نشارك. كنا إيد واحدة ما تقل الصفق، بس أيادي كثير الصفق، ونفرح ونهتف للرب ونرن للرب إله خلاصنا. نشكر الرب على كل شيء، على يعني Thank you, أخت أمل. كل شيء أمين. يعني فعلا إحنا اليوم متباركين بوجودك معنا، ونشكر الرب من أجل الخدمة اللي أنت قدمتيها للآرامية، ومن أجل التبرع أيضا اللي قدمتيه للقناة الآرامية. الرب يكافئ تعب المحبة، والرب يقول أنه أكرم الذين يكرمونني، فالرب يكافئ تعب محبتك أخت Thank you أمل. طيب في وأنا أشكر بالنيابة عن كل المتبرعين في كندا اللي شاركوني الحملة عطاء، لكل واحدة أنه أقدم تحية خاصة أنه أشكركم من كل قلبي، اللي جمعوا يا $5 واللي جمعوا $10 عم نوصل 100 كل أسبوع، لأن فعلا إحنا نتبارك بهالأرامية. فأريد جميع يشجعون حتى المبلغ صغير. أخت أمل أنا بعد شوي راح أطلب منك أنه تحشي لنا شغلة $5 اللي كنتوا تجمع هاي، أريد أسمعها. لكن بعد أن نكمل مع القس فادي، وراح أعود معك أيضا بعد قليل. أكيد. أوكي. Thank you. قس فادي، الموضوع اللي كنا نتكلم عنه عن سلوك المؤمن في الضيقات، أشكر الرب من أجل هذا الموضوع الرائع، فعلا الرب اللي خلاه على قلبك، لأنه يعني قسيس إحنا في هذا العالم كمؤمنين فعلا نعاني من صعوبات، من ضيقات، من اضطهادات في هذا العالم. يعني الرب عندما انطانا هذا الوعد انه ثقوا اني قد غلبت العالم، احيانا احنا كمؤمنين نضعف، نخور في الطريق، نفشل، لكن عندما نتذكر وعد الرب يشيلنا هذا الوعد، يخلينا نكون اقوى. لكن الغير المؤمن ما عنده هذا الوعد. نعم. كيف تكون حالته؟ كيف تكون وضعيته في هذا العالم؟ ممكن توصف لنا؟ بالتاكيد احنا تكلمنا عن المؤمن وفي حالة انه هو كان ثابت ولا غير ثابت. المشكلة الكبيرة لما يكون الشخص غير مؤمن وهو بهالضيق. انا دوما اشبهها بالمريض لما يسوي عملية ما يعرف ايش دا يصير، صح ولا لا؟ لانه اكو شيء محطوط اللي هو مادة التخدير، صح ولا لا؟ فهو يدخل صالة العمليات، وبعدين يطلع من صالة العمليات، وكل اللي يعرفه انه هو دخل الى هذه الغرفة وخرج من هذه الغرفة، واكو اشخاص اخرين قاموا بالواجب. ليش؟ لأنه مخدر، لأنه غير واعي باللي يصير، لكنه مطمئن أنه هو في أيدي أمينة. هذا هو وضع غير المؤمن. غير المؤمن مخدر، غير واعي على اللي يصير، مخدوع أنه هو في أيدي أمينة. المريض مع الطبيب، نشكر رب أنه هو في أيدي أمينة. لكن ممكن شخص يشاهدك الآن ويقول أنا عندي الإمكانيات المادية، عندي الإمكانيات الصحية، أنا ما أحتاج إلى كل هاي الكلام اللي أنت حضرتك دا تقوله الآن. ف
فكل عندي كل الامكانيات اللي تحميني واللي تنطيني فرح وتنطيني سعاده. امين. ممكن كثير اكو، واذا كنت عزيزي او عزيزتي انت موجود تشاهدنا الان، فراح اعطيك مثال من الكتاب المقدس وخليك معي في سفر الاعمال في الاصحاح 27 اللي يتكلم هذا الاصحاح عن الرسول بولس. ولو تجي معي من الآية 4 في أعمال الرسل 27 يقول: ثم أقلعنا من هنا وسافرنا في البحر من تحت قبرص لأن الرياح كانت مضادة. انتبه معي عزيزي، انتبه معي عزيزتي، أن الرياح كانت مضادة ألم. وبعدما عبرنا البحر الذي بجانب كيليكيا وبنفليا نزلنا إلى ميراليكيا، فإذ وجد قائد المئة هناك سفينة إسكندرية مسافرة إلى إيطاليا أدخلنا فيها. ولما كنا نسافر رويدا أياما كثيرة وبالجهد صرنا بقرب كنيدس، ولم تمكننا الريح أكثر. سافرنا من تحت كريت بقرب سلموني، ولما تجاوزناها بالجهد جئنا إلى مكان يقال له الموانئ الحسنة التي بقربها مدينة لسائية. أرجوك انتبه معي، الكتاب كلمة الرب الكتاب المقدس يقول أنه هذا المكان اللي وصلت بينه السفينة اسمه الموانئ الحسنة، والناس الموجودة في السفينة كانت فرحانة كثير لأن الموانئ الحسنة سميت لأنه هذا المكان عادة ما بينه عواصف، السفينة تمشي بكل سلام، القادة مات السفينة تقريبا ينامون ويفرحون لأنه السفينة راح تمشي مع الريح والريح دوما تجي عدلة والكل فرحان أنه إحنا وين موجودين في الموانئ الحسنة. لكن انتبه معاي وكمل، يقول في آية 9: ولما مضى زمان طويل وصار السفر في البحر خطرا إذ كان الصوم أيضا قد مضى، جعل بولس ينذرهم قائلا: أيها الرجال، أنا أرى أن هذا السفر عتيد أن يكون بضرر وخسارة كثيرة، ليس للشحن والسفينة فقط بل لأنفسنا أيضا. هذا عزيزي نفسه بالضبط اللي يصير، الغير المؤمن يكون معتقد نفسه موجود في الموانئ الحسنة، معتقد نفسه دا ينطلق بالسفينة من الموانئ الحسنة، لكن هو بالحقيقة الله يبعث له رسالة تحذير ويقول له أنه أنت في خطر، وليس فقط أموالك في خطر، وليس فقط عملك في خطر، وإنما أنت وحياتك أيضا في خطر كبير. لكن مع الأسف الشخص الغير مؤمن ليس له روح الإدراك والتمييز، فاللي راح يعمله هذا الشخص غير المؤمن راح يسلك نفس السلوك اللي راح نشوفه بعد قليل، أنه راح يقول أنا موجود في مكان أمين، أنا فلوسي مكفيتني وأنا عملي مكفيني وأنا عائلتي موجودة. لكن أرجوك اليوم راجع نفسك واعتمد على مخلصك وفاديك، اعتمد على شيء لا يزول، الفلوس تخلص، المناصب تروح، وعملك ممكن تفقده لكنك ما ممكن تفقد محبة الله لك. فأرجوك إذا كنت تعتقد نفسك ومرتكز بوجودك في الموانئ الحسنة، فاليوم رسالة الرب إليك يريدك أن تراجع نفسك. أرجوك راجع نفسك، هل أنت معتمد فقط على وجودك في مكان يدعى موانئ حسنة، ولا أنت معتمد على أن تسمع مشيئة الله وتسمع رسالة الله إليك والروح القدس هو اللي يقودك هل هذا المكان هو حسن أو هذا المكان هو خطر إليك. فصلاتي لكل أخ وكل أخت اللي ما اتخذ القرار بأن يثق ويؤمن بالرب يسوع المسيح وأن يكون مؤمن حقيقي بالرب يسوع المسيح، أن يراجع نفسه اليوم ويطلب من ملك الملوك ورب الأرباب أن يدخل على حياته ويحوله من جانب الظلام بعدم الإيمان إلى جانب النور والثقة والطمأنينة والسلام. وأوعدك لما تؤمن بالرب يسوع المسيح حقا راح تكون في الموانئ الحسنة حتى لو كنت في وسط أكبر عاصفة. آمين. آمين لإلهنا كل المجد. آمين. آمين. Thank you قس فادي. أحب أشجع مشاهدينا الكرام في هذه الليلة إحنا ما زلنا معاكم في حملة نهضة جمع التقديمات لقناة الآرامية، اللي يحب يتصل ويتبرع يتصل بالغرفة الكنترول ويتبرع لعمل الرب ويكون جزء ويانا في هذا العمل ويشتغل ويانا في عمل الرب. أرجوك إنه هذه الليلة لا تتردد إنه ولا تأجل تدعم عمل الرب. ايضا عندنا الويب سايت، تستطيع ان تدخل على الويب سايت abnsad.com، تستطيع انه تحط التقديمه على الويب سايت. واهلا وسهلا بالجميع، اذا تحبون تتصلون ويانا احنا نحب نصلي معاكم. القس فادي ايضا معانا اليوم وراح نصلي من اجل الطلبات اللي راح تعلنوها، وايضا اذا تحبون تشاركونا باختباراتكم فاهلا وسهلا بالجميع. اترككم الان مع الاخت نادين بترنيمه. تفضلي اخت نادين. مثل ما قال قس فادي، احنا احيانا يكون عندنا جهل وعدم معرفه، فالجأ للرب، الجأ للرب وهو
الحصن الحصين وهو اللي أتمنع فيه وهو اللي قادر أنه يخلصني من جهلي ويعطيني الراحة. أمين يا رب. سألوذ بحضنك يا رب. صلي
أشدو لك يا إلهي، أنت أحمدك أرفعك أشدو لك يا نفس روح وروح فيك سلامي في البحر الهائج في الليل وسط ألامي أرفع عيني عيناك إلهي، أنت أحمدك أرفعك أشدو لك إلهي، أنت أحمدك أرفعك أشدو لك. حماك إلهي، أنت أحمدك أرفعك أشدو لك إلهي، أنت أحمدك أرفعك أشدو لك. أختنا دينا رب يباركك على هالترانيم، فعلا إلهنا الآن وهو في عرش النعمة هو يسمع هذه الترانيم، هو مسرور بهذه الترانيم أنه شعبه يمجد اسمه هنا على الأرض. أتمنى أنه أنت جالس في بيتك وتسمعنا أنه ترنم في قلبك وترنم في فكرك وفي روحك لهذا الإله العظيم. أنا أتمنى كل مشاهد الآن اللي يشاهدنا اللي يحب أنه يرفع اسم الرب أنه يتصل ويمجد اسم الرب ويقول أنه كم عمل وصنع الرب معه في حياته خلال حياته في على هذه الأرض. كان حديثنا في بداية الحلقة هو عن الضيقات، وقال الرب يسوع أنه ثقوا أني قد غلبت العالم. قسيس فادي، الكلام اللي قلناه بالبداية عن قال الرب أنه في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا أني قد غلبت العالم. أمين. اتكلمنا عنه أنه كان في عندنا نوعين من المؤمنين. نعم. وتكلمنا عن حالة المؤمن. نعم. لكن بالبداية تكلمت عن الثبات. نعم. المؤمن ماذا تقصد بكلمة ثبات؟ هل المؤمن يعني يتزعزع؟ هل المؤمن يتغير؟ نعم، المؤمن الغير ثابت، ثبات الإيمان هو أن المؤمن قادر على أن يسمع صوت الله وإرشاد الروح القدس في وقت الضيقات وفي وقت الصعاب. من السهل جدا أن نتبع مشيئة الله والكتاب المقدس في وقت الفرح وفي وقت الأمور كلها سهلة، لكن الامتحان يحصل في وقت الضيقات، في وقت الضيق، في وقت الاضطهاد، هو الوقت اللي إحنا نفسنا نعرف من نحن. على فكرة الله يعرف من نحن، لكن إحنا ما نعرف من نحن. ففي الضيقات نعرف من إحنا، ولهذا في بعض الأحيان نتصرف تصرف نتفاجأ، إحنا نقول معقول أنا تصرفت هذا التصرف. ولهذا المؤمن غير الثابت هو اللي راح يتصرف بتصرف بشري بعيد عن قيادة الروح القدس، بينما المؤمن الثابت وثبات الإيمان الذي يعني المؤمن واثق مما يحصل، واثق من إرشاد الله إله، واثق من إرشاد الروح القدس إله. فأنا صلاتي أن يكون كل أخوتي وأخواتي اللي يشاهدون اليوم هم مؤمنين ثابتين، والخبر السار أنه لو أنت مو مؤمن ثابت أو أنت غير مؤمنة ثابتة، فالرب مستعد اليوم أن يعطيك الثبات في الإيمان، والرب مستعد اليوم أن يعمل فيك. وإذا كنت بعيد عن الرب وغير مؤمن، فالرب اليوم يقول ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع. فاليوم الرب يريدك أنه تفتح الباب، لكن الله يحترم إرادتك، يريدك أنت تفتح الباب، وهو رح يدخل ويتعشى معك وأنت معانه. فصلاتي أنه اليوم الكل يطلب أن يكون هو مؤمن، ومو فقط مؤمن وإنما مؤمن ثابت.
يعني قسيس، هذا يذكرنا بشعب إسرائيل عندما خرج من مصر. نعم. كانت هي الرحلة تمتد 11 يوم، لكن نعم. طولت معاهم 40 يوم بسبب التذمر، بسبب الظروف القاسية، بسبب العناد. فالمؤمن يعني بحسب حضرتك ما تفضلت انه هو باستطاعته انه يعني يجعل الايام تكون نعم تكون يعني اقل، انه الرب يتعامل معاه بسرعه وانه يطلع الى مستوى اعلى وارفع من المستوى اللي هو عليه. يعني شعب اسرائيل هل كان لغتهم التذمر؟ هل كان لغتهم عدم اطاعه كلمه الرب؟ لو كان بالعكس، هل باعتقادك كان انه تاخروا كل هالسنين حتى يدخلون؟ مع العلم هم كانوا اعتقد اكثر من 1.5 مليون، دخلوا اثنين. هم عددهم كان كبير جدا، لكن اللي صار انه هذه طبيعه الانسان، الطبيعه البشريه، انه الله اخرجهم بذراع قويه جدا زين، وعمل معهم معجزات في داخل الارض. يعني اكو اكثر من معجزه، انه يضعون الدم على الاعتاب وكل ابكار مصر تموت، ويعبر الملاك المهلك وهم ابكار ما تموت. اذا الله يعرف شعبه، صح؟ لا، اذا الله عرفهم واحد واحد، ويعرف ابن واحد واحد منهم بالاسم، ومنقوشه اساميهم على كفه. هذا كله احنا مثل ما نقول ما غزر بهذا الشعب. الشعب طلع بعد فتره وفرحان، ووصلوا الى البحر وقالوا له لموسى اخرجتنا الى هذا المكان حتى نموت، صح ولا لا؟ هاي هذا الجيش لو باقين احنا هناك كان احسن لنا كثير. يقولوا له تذكر البطيخ وتذكر العنب وتذكر هاي. صارت هسه ارض العبوديه، صارت هي مثل ما نقول حلاوه، وانما ارض الحريه او مسيره الحريه صارت هي سيئه. شو وقت بين هذا؟ في اول لحظه وقعوا في الامتحان. نعم العفو. تفضل كمل الفكره. لما وصلوا هذا البحر اللي هو خلينا نسميه طريق مسدود، قالوا البحر من امامنا والعدو من ورائنا، صح ولا لا؟ زين، فنسى الانسان انه قبل ايام هذا نفس الاله عمل معك، صح ولا لا؟ نفس الاله عمل معك معجزات كبيره، صح ولا لا؟ زين بالضبط. لكن بعد ايام قليله نسى هذا الانسان، وهذا هو وضع الانسان القلق اللي هو الله اليوم عمل معانه ورا يومين. معقول يعني الله راح يعمل معي؟ نعم، لانه عمل معاك. والله هو الرب يسوع هو الامس واليوم والى الابد، هو نفسه نفس الاله اللي عمل في آتون النار مع شدرخ وميشخ وعبدنغو، ونفسه اللي سد افواه الاسود، صح ولا لا؟ صحيح. ونفسه اللي مع موسى، ونفسه مع ايليا، ونفسه مع اليشع، نفسه هو موجود اليوم وراح يكون الى الابد. فهو مستعد ان يعمل مثل ما عمل في ذاك الوقت يعمل في هذا اليوم. فنعم، تذمر الشعب طول عليهم الرحله وحرمهم اصلا من الوصول الى الهدف. يعني بحسب ما تفضلت حضرتك وقلت انه الرب انه ترك على انه اعطاهم انه يتركون علامه على الابواب اللي هو الدم حتى يعبر المهلك ولا الملاك المهلك ولا انه يقتل الابكار. فاليوم باعتقادك هل الرب يتعامل احنا يعني كمؤمنين اذا ما نطيع صوت الرب وما نطيع كلمه الرب وما نطيع خدمه الرب اللي هو احنا اليوم جايين؟ إن احنا ما جايين لاجل انه نمجد اسم شخص او نعمل لاسم شخص معين، وانما هو عمل الرب. احنا جايين ده نعمل عمل الرب. كيف ما انا مطلوب من عندي ومسؤوليتي انه اخدم الرب، المؤمن الاخر اللي في اي حتى وان ما يكون موجود معنا لكن هو عنده المسؤوليه، لكن اذا ما طاع صوت الرب، اذا ما سمع الى صوت الرب، هل ممكن الرب يتعامل كما تعامل مع شعب اسرائيل في القديم؟ أوكي. احنا لازم دوما نفرق بين العهد القديم والجديد، لانه عهد القديم هو عهد الناموس، وعهد الجديد هو عهد النعمه. هذا ما يعني انه لطف الله خلينا نتماهل، لان يقول وانما لطف الله يقتادك الى التوبه، صح ولا؟ الفرق في العهد القديم كان الشعب لما ما يطيع يتعاقب. اليوم اذا الشخص مؤمن اذا ما يطيع يتادب، والفرق بين العقوبه والتاديب، التاديب ياتي من اب. وعزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهده، الله يتعامل معك كأب. فإذا أنت مؤمن، عدم طاعتك لله جيب عليك تأديب وتطول عليك الطريق طويل، صدقني تطول عليك الطريق طويل. زين، إذا أنت تريد حكمة من الرب، اتعلم الدرس اللي أنا تعلمته في حياتي. لما أدخل في ضيق، لما أشوف البحر أمامي، لا تتذمر، لا تقول له يا رب ليش عملت هاي وليش عملت هاي، وكأنما أنت تتعلم الله. يا رب أنت يعني ما كان ممكن تفكر بهالطريق وتفهم أنا فكرتي. الله يعرف كل شيء قبل ما إحنا نقوله، لكن أنا أطلب منك كأخ وأطلب منك كأخت أنه في هذا اليوم إذا أنت في ضيق، إذا أنت أمام بحر، إذا أنت أمام صعوبات كثيرة، فهي فرصة أن تقول يا رب حقق
قصدك من هذه الصعوبة، حقق يا رب قصدك من هذا، علمني الدرس بأسرع وقت وها أنا ذا جاهز، بدل ما تطول على نفسك وتخلي الرب يضطر أن يؤدب أكثر وأكثر. أما الشخص غير المؤمن، نعم راح يكون عنده جزاء وعقاب، لكن المؤمن دوما له تأديب، ماكو له عقاب، لأن لا دينونة على الذين في المسيح. قصفادي يعني في دقيقة، أنه كيف اليوم الرب يدعو كثيرين، لأنه الرب محتاج أنه يكمل العمل، الرسالة إلى العالم حتى تخلص النفوس، أنه ما تروح للهلاك، تجي إلى السماء. نعم. من خلالنا، من خلال القناة الآرامية، ومن خلال الفضائيات الأخرى. لكن إذا عمل الرب يعني ما قدرنا نكمل بسبب تأخير أو بسبب تأني كما كان شعب إسرائيل في القديم، هل كيف تدعو المشاهد أنه لا يتأخر عن من يسمع صوت الرب، أنه يؤدي دوره من واجبه، وهذا حق من حقوق الرب علينا، اللي الرب اللي أنعم علينا واللي ينطانا. فكيف تشجع وتحفز المشاهد على هذا الشيء؟ أمين، الرب يبارك على هذا الشيء. وراح أستخدم نفس الشيء اللي سأتيني إياه، تكلمنا عن الشعب أمامه البحر. أريد أذكرك فد شيء عزيزي بثواني قليلة. لما الرب شق البحر، تعتقد الشعب كان دي يتمشى والجيش ورانه، ولا الشعب ركض بسرعة يريد يعبر، صح ولا لا؟ يريد يعبر أنه يوصل إلى الجانب، أكو ورانه جيش بمركبات. فهل تعتقد أنه هذا الشعب شال كل الذهب والفضة اللي معانه وظل يعبر بها البحر، ولا تركه وراد أنه يعبر؟ أنا متأكد كثير من الأشياء تركه على الجانب وعبر حتى ينجي بنفسه. فاليوم أنا أطلب منك أن تتعلم هذا الدرس اللي تعلمه الشعب في ذاك العهد القديم أمام البحر، وأنه هذه الماديات وهذه الأشياء اللي الرب أعطاك إياها أمانة، أن تعطي جزء منه إلى خدمة الرب يسوع المسيح، وأنه تعبر الضيقات وانت مسوي الواجب اللي اعطاك يانو، وكنت امين مع الرب. اذا تريد الرب يكون امين معك، فكون امين مع الرب. الرب مدى يطلب منك الكثير، دا يقول لك الرب مدح فلسين من ارملة، يمكن اليوم عندك 5 دولارات، يمكن 10، هاي تكون بركة كبيرة. لو اكو 1000 شخص يشاهد وكل واحد عطى 10 دولارات، هاي 10,000 تجي في لحظات مو إلنا، لكن لخدمة عمل الرب يسوع المسيح. وحتى مثل ما انت فرحان تسمع كلمة الرب من خلال البرامج، فكلمة الرب تستمر وهذه القناة تستمر، وماكو فلس يضيع عند الرب. امين. شكرا قسيس. قبل انه ننتقل الى النقطة الثانية، انا راح اترك الميكروفون مع الاخت نادين في ترنيمة تفضلي. لم ترى عين إلها غيرك يا رب، يفتح السجن وينزع القيود. ترى عين إلى
عن قريب وتخطو بهتاف للعالم. ترى عين إلها غيرك لم ترى عين إلها غيرك. وحدك يا رب. آمين. لإلهنا كل المجد. فعلا لن ترى عين إلها غيرك، غير الإله اللي عندنا الرب يسوع المسيح، له كل المجد في هذه الأمسية. ما زلنا معكم أحبائنا المشاهدين في هذه الليلة، وحلقتنا هي معنونة بالضيقات التي تحول حول المؤمن. لكن قبل أنه أنتقل إلى الدكتور القسفادي، أنا رح أرجع إلى الأخت أمل. الأخت أمل من الأخوات اللي عندها أيضا دور على الفيسبوك، يعني من يكون عندنا برامج مباشرة على الهواء، يعني هي قبل أنه تطلع البرامج تعلنها على الفيسبوك. وإحنا نشكر الأخت أمل من أجل هذه الخدمة الرائعة. فعلا أنا مرة من المرات اكتشفت أنه كنت أقرأ، وتشاهدون الآن على القناة الآرامية مع الخادم الفلاني، و أنا كنت ما أعرف هالأخت أمل، لكن تعرفت عليها من خلال الفيسبوك. قلت هالأخت منو هي؟ أنا ما بعرفها يعني، وتشجع الآرامية بدون يعني ما عندنا علاقة منها. وأنا هالشكل عرفت هالأخت أمل عن طريق الفيسبوك، وأنا فعلا أشكر الرب من أجلها، من أجل محبتها ومن أجل إصرارها أنه تكمل وتخدم في عمل الرب. إحنا سمعنا أخت أمل أنه أيضا انه انت كنت يعني كان عندك دور في هذه النهضه في الكنيسه اللي انت بيها ومع الاخوه والاخوات، انه كنت تجمعين مبلغ بسيط كالفلسين للارمله، وكان يعني فعلا من كنا نسمع كنا نشجع. فممكن اذا تنطينا يعني خلال دقيقتين او ثلاثه كيف الرب ثقل على قلبك هذه الخدمه؟ يا اشكرك يا اخت رواء على هالمقدمه الحلوه. انا ما اسال شيء. بالنسبة للتبرعات أنا أشجع الموجودين، يعني أنا مبتدي بعمل أو خمزات قليلة، بالتالي أنه حصير كثير أمام الرب، ورب حيبارك. يعني طبعا الظروف اقتصادية صعبة، أحوال الناس قسم ما يشتغلون، فأنا أشجع على خمسة خمسة أنا مود أجمع مبلغ ونقدم له أرامية. وإذا أنت إذا كنت بضيق أو حزين أو تعبان، تعال للرب يسوع، والأرامية هي حتساعدك كواسطة أنه تساعدك، أنه تقول لك رب يسوع قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال، وأنا أريحكم، أحملوا النير عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة نفوسكم لأن نيري خفيف وحملي خفيف. أخت أمل، ولو أقاطعش سوري، يعني هل كان في شخص أنه طلب منك أنه تعملين هذا الأمر؟ صدق الله ماكو احد. كيف حسيتي انه الرب يعني شجعك، او شو يعني كيف المشاهد يمكن يسال شنو هالشعور؟ ممكن مشاهد من اللي يشاهدنا الان يريد يعمل شيء للرب، كيف الرب استخدمك بهاي الخدمه؟ كيف بديتي؟ شيء عجيب. انا اول ما بدات فيسبوك قلت يا رب بهذا الفيسبوك استخدموا مجدك. فانا دخلت على الفيسبوك اشوف كلهم صور وتهاني، وهذا انت حلو وانت حلو وكذا، قلت اوه ماي جاد يعني شنو القصه؟ فانا ايش حسوي؟ راح افتح الفيسبوك واخلي ترانيم، اكتب ايات، ولما تبدي اراميه مباشر راسا اخلي على مود لما يشوفوا مثلا اهلي اقاربي الناس اصدقائي صديقاتي انه الان وقت موبايل. فانا ايش اسوي؟ اشغل الفيسبوك وعندي اللابتوب، فراسا اسوي واجهتين، فانتظر يبدي الشو، راسا اقول الان تشاهدون برنامج مع الخادم فلان. فاشكر الرب صدق، انا ما اعرف شلون فرحانه بكلش هذا وحدي. فحتى لما يسوي لي شات معي عبر ما نشتغل باراميه، فيقولوا لي انت تشتغلين اقل مانا من كندا، يعني يقولوا لي يعني هاو كام، يعني خدام مباركين. مره اخ خادم يعني اسمع النمر اشكر الرب لاجله، فاسوي شاتك انا عبر انا اشتغل هون يعني. ففعلا هاي خدمه من الرب، انه وزنه الرب اعطانا وزنه انه احنا نستغلها لخدمه مجد المسيح، احسن من نطيب الصور ونطلع اشياء على الفيسبوك. نستخدم فيسبوك اللي تواصل اجتماعي لمجد اسم الرب، على مود كنا انه نتحد بايمان ونوصل رساله الانجيل. فانا يمكن هاي الخدمه ما كان على بالي، بس اشكر الرب اللي ساعدني وقواني انه اكتب عربي، كنت اكتب انجليزي. مره صليت اقاربنا كانوا فاتحين في جامع القهوه، وانا اريد اكتب عربي، قلت يا رب يا يسوع علمني اكتب عربي. وفعلا اشكر الرب، اخوات ساعدوني من اختم نادين وبقيه
انه اكتب عربي. يعني قمت اكتب عربي، الرب شجعني، قلت خلاص انا حدي ولا اراميه بعيدين عنه، بس انا حدي بالبرامج مباشره. ونشكر الرب، اصدقاء كثير يعملون شات يقولون تبارك وفعلا حلوه اراميه، فانا اشكر الرب لاجل كل الخدام. يعني موضوع التبرعات فعلا انه الرب يبارك بالقليل، البرعان القليل الرب حيبارك كثير، يعني مثل الخمس ارغفه وفلسان ارمله. يعني يسوع شاف الارمله فلسان فمدحها وباركها، الاغنياء ما باركهم بس بارك هاي الفقيره، عم يشجعنا احنا انه نتبرع ونشاهد اراميه. وقال اتنسون انه براميه هي خدمتكم، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم، اراميه موجوده، فتح بابه، ايوه عنده صلاه طلبه، حزين الله يعزيكم، يعني تعبان الرب يبارككم يقويكم، تعالوا على اراميه اتصلوا، واحنا حتشوفونا موجودين بخدمتكم، واحنا بخدمه السيد الرب يسوع وللرب كل المجد. امين امين. انا اشكرك جدا اخت امل، واحنا نشجع السيدات انه الرب دا يستخدم السيدات في هالوقت، فانا اشجع السيدات في كل مكان اذا تحبين تخدمين الرب يسوع تستطيعين، مثل الاخت امل اكيد هي صلت للرب والرب فتح لها هذا الباب للخدمه. انا احب انه اخت نادين ايضا تشاركنا وتشجعنا بخدمتها. تفضلي. التكنولوجيا بهالوقت هذا، قبل كان الرب يشق البحر، هسه تشق البحر وفي الاتون تكون من خلال التكنولوجيا. تكنولوجيا في برامج كثيره، الشاتنج روم اللي ياتون من مختلف انحاء العالم يتمركزون فيها، برنامج ان سبيك مثلا، برنامج البالتوك، صراحه ادخل على البالتوك في باركت جدا جدا ايضا، وفي البالتوك الان يسمعونا يمكن الاخوه والاخوات بالبرنامج هذا، هسه معروض على غرف البالتوك في يعني غرف الشاتنج اللي هي مثلا واحده من الغرف بالميدل ايست بالكريستيانيتي اللي هي اسك مي اباوت جيسس، الاخت فولو هيز ستيبس، اخت مباركه اللي هي فاتحه الروم، وفي كثير من الاخوه والخدام اللي يخدمون الرب عن طريق البالتوك هذه البرامج. ونفس الوقت في غرف اخرى مثلا جيزس لاف، من الاخت المباركه ايضا جيزس جير، اللي نساء فاتحين رومات شاتنج ويجون خدام يخدمون، والبركه بركه أمين. واسعه. امين. نشكر الرب. امين فعلا. اليوم الرب يريد يشجع الاخوات، فهذا تشجيع للاخوات. قبل ما انه يعني الدقائق معدوده قس فادي، احنا نريد نكمل فكره الموضوع، فاذا ممكن نريد نعرف نتائج الاصرار بالنسبه لسلوك المؤمن عندما يعني ما يثبت في سلوك في سلوكه في الرب. نعم امين. طبعا لما المؤمن ما يثبت في السلوك وما يثبت في ايمانه مع الرب، اكو نتائج واكو مخاطر راح امر عليها بشكل سريع لانه ما عندنا وقت كثير. لكن يا ريت تشوف معي في نفس سفر اعمال الرسل اصحاح 27، نشوف في الايه 11 يقول: ولكن كان قائد المئة ينقاد الى ربان السفينه والى صاحبها اكثر مما الى قول بولس. فاذا الخطر الاول اللي يحصل لما عزيزي وعزيزتي ما تكون ثابت بالايمان هو انك تنقاد الى النصائح السلبيه اللي صادره من الناس الغير المؤمنين. تخيل بولس يقلم أن الله يقول أنه هذه الرحلة مو بس تأذي السفينة والشحنة وإنما تأذي الناس ممكن أيضا، زين، لكن الربان السفينة ينقاد إلى الناس اللي ما عندهم الحق، إلى الناس اللي عندهم أفكار بشرية، زين، فكان ينقاد إلى ما يقوله بولس. ليش؟ أكو سبب. يقول في آية 12: ولأن الميناء لم يكن موقعا صالحا للمشتى استقر رأي أكثرهم أن يقلعوا من هناك، أيضا عسى أن يمكنهم الإقبال إلى فينيكس ليشتوا فيها. فإذا يشوف أنه استقر رأي أكثرهم. إذا عدم ثبات الإيمان يخليك مو فقط تسمع للنصائح السلبية وإنما تتبع سلوك الأغلبية. وإذا تفتح إنجيل متى الإصحاح السابع في الآية 13 تقول كلمة الرب: ادخلوا من الباب الضيق لأنه واسع الباب ورحب من الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك وكثيرون هم الذين يدخلون منه، ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدوه. فإذا سلوك الأغلبية مو دائما هو الصح، وعلى الأغلب قد يكون هو اختيار خطأ، لكن عدم ثبات الإيمان يجعلك تستبدل قيادة الروح القدس بما يقول الأغلبية، يجعلك تستبدل نصيحة الروح القدس من مؤمن تستبدلها بشخص فقط عنده خبرة العالم.
وأيضا تكمل في آية 13 يقول: فلما نسمت ريح جنوب ظنوا أنهم قد ملكوا مقصدهم فرفعوا المرسات وطفقوا يتجاوزون كريت على أكثر قرب. فإذا هذا اللي يصير. الشيء الثالث اللي يصير لما تكون غير راسخ الإيمان، لما ما تكون ثابت في إيمانك، راح ترفع مرسات النجاة، المرسات اللي مثبتتك اللي هي الإيمان بالرب يسوع المسيح، وتمشي خلف ظنون وخلف رياح. يقول نسمت ريح الجنوب ظنوا أنهم ملكوا. ولو تكمل معي عزيزي راح تشوف أنه أكو ثلاث أشياء راح تصير بيهم. أنه يقول لك في الآية 15: فلما خطفت السفينة ولم يمكنها أن تقابل الريح سلمنا فصرنا نحمل. فإذا أنت تفقد السيطرة ويصير إبليس يمشيك وحياتك تمشي بعيد عن مشيئة الله. وفي آية 18 يقول: إذ كنا في ناء عظيم جعلوا يفرغون في الغد، بدوا يرمون حتى الأثاث، يخسرون كل ممتلكاتهم. وينهي الآية 20 ويقول: وانتزع أخيرا كل رجاء فينا. فإذا عدم الثبات بالإيمان يسبب مخاطر كبيرة ونتائجه قاسية جدا. فأنا اليوم أطلب منك عزيزي أن تراجع نفسك، وأنه حتى وإن كنت تعتقد أنه أنت في الموانئ الحسنة، حتى وأنه كنت تعتقد لك خبرة في هذه الدنيا كافية، حتى لو عمرك 90 سنة وتعتقد أنه عندك خبرة تجمع خبرة كل الناس اللي قاعدين في هذا المكان، لكني أوعدك أن الروح القدس وخبرة الله هي أكثر منك ملايين المرات. فأرجوك اليوم تواضع أمام الرب واركع أمامه واقرأ على صدرك وادخل عرش نعمته وقل له: يا رب اجعلني مؤمن راسخ في إيمانك. قسيس، ما هو موقف الرب من هذا، وما هو موقف إبليس، ما هو دور إبليس؟ يعني سؤالين نعم. فكيف باختصار لو نكمل في إصحاح راح نشوف أنه بالرغم من كل هالظروف الصعبة والمركب راح تصير حالته سيئة جدا، لكن الله راح يعطي على لسان بولس راح يعطي رسالة رجاء، وراح يعطيهم ويقول الكتاب المقدس يقول: لا تكون خسارة نفس واحدة منكم إلا السفينة. وبعدين في آية 24 يقول: لا تخف يا بولس لأنه ينبغي لك أن تقف أمام قيصر. فإذا الله في وسط الضيقات، حتى وأن أنت تشوف السفينة تتحطم، حتى وأن أنت تشوف حتى كل رجاء تزع منك، لكن الله يحب أن يقول لك أنه هو مستعد يعطيك رسالة رجاء. لكن انتبه عزيزي وانتبه عزيزتي، لأنه احنا مصارعتنا مو مع جسد ولا لحم ودم، لكن مع السلاطين ومع إبليس. فإبليس أبدا ما ممكن رح يتركك، وإنما مثل ما عمل مع بولس في الإصحاح 28 ولما وصل ولما نجوا ظهرت حية وأرادت تعضه، والناس اعتقدوا أنه هو مجرم ولهذا الله دا يعاقبه، لكنه نفض هذه الأفعى وما أصاب الموت. فاليوم أنا أطلب منك أن تنفض كل وحدة، أن تنفض كل وجع، أن تنفض كل ألم وكل ما وصلك إيانه إبليس وكل ما وصلك إلى عدم ثباتك بالإيمان. طالب أنا من الرب يسوع المسيح أن يعطيك نعمة وسلام وثبات كبير في الإيمان حتى تتمتع بعمله وتتمتع بنعمته وسلامه. آمين آمين, آمين. آمين. هللويا. خلونا نسمع ترنيمة من الأخت نادين، تفضلي. نحن على قلبك يا رب حتى لو إبليس مهما رخص أمري يا عيني أمري، حتى لو كنت ضعيفة وما أقدر أجابه هاي الأمواج، لكن أذكر دمك هو ثمني وقمتي، أنا مغطاة بدم المسيح، محمية بدم المسيح. نعم أنا غالي فيك يا أغلى ما في عمري، مهما إبليس رخص فعني أمري وضعفي صار حيرة وسكوت وصمتي، أذكر دا دمك هو ثمني وإمتي. أنا إناء أسود كاسر علي، لقيتني إيه خزف مالوش مثيل، صرتي في يد وإناء أبيض جميل، وأنا اسود كاسر علي، لقيتني ايه خزف مالوش مثيل، صرتي في يده هنا ابيض جميل، وانا غالي فيه يا اغلى ما في عمري، مهما ابليس رخص فعني امري وضعفي صار حيرة وسكوت وصمتي، أذكر دا دمك هو ثمني وقيمتي،
انا عايش بيك يا نفسي وشهيقي، بتقدني ايديك وتنور لي طريقي، دايما بلقاك وحدك خلي وراسي فيه. انا عايش بيك يا نفسي وشهيقي، بتقدني ايديك وتنور لي طريقي، بتقدني وحدك خلي وصديقي، وانا غالي فيك يا اغلى ما في عمري، مهما ابليس رخص فعلي امري، وضعفي صار حيرة واسكت وصمتي، اذكر ده دمك هو ثمني وقيمتي، انا بستناك في كل يوم رعية، اجي احكي معاك واسمع ردك عليا، وتطمني ليك يا ابويا وفديا، انا بستناك في كل يوم رعية، اجي احكي معاك واسمع ردك عليا، وتطمني ليك يا ابويا وفديا، انا غالي فيك يا اغلى ما في عمري، مهما ابليس رخص فعلي عمري، وضعفي صار حيره واسكت وصمتي، اذكر ده دمك هو ثمني، اذكر ده دمك هو ثمني وقيمتي. قصفادي، كلمة أخيرة، أنه هل إبليس يحاول أنه يفشلنا عن هدفنا؟ نعم، هو إبليس هو هذا شغله، أنه إحنا عندنا هدف لكن هو يخلينا عيوننا تزيح عن هذا الهدف. وأحب أنطي فد يعني دقيقتين يمكن أو دقيقة أخذ من الوقت وأعطي هذه القصة البسيطة، اللي هي كان أكو فد ملك وعنده فد ابنة عزيزة، وراد أنه يتأكد أنه الشخص اللي راح يزوج هذه الأميرة أو هذه البنت أنه هو شخص حقا مركز على هدفه، لما راح يكون متزوج إلى هذه الفتاة راح يعتني بها بشكل الصحيح. فسوى سباق وجوي ثلاث عرسان، اثنين منهم كانوا من ذولا العضلات الكبار ويعني كبار جدا، وواحد قصير الشكل ويادوب دا يمشي. اوكي، فطبعا من المنطق اعتقدوا ذول الاثنين انه واحد منهم راح يفوز، ورواهم السباق وقال لهم هذا السباق بينه ثلاث مرات تدورون، واللي يفوز هو اللي راح يتزوج بنتي. ففروا بالدورة الاولى، وانتبهوا هم يركضون شافوا اكو قطع ذهبية، فذول الاثنين الكبار هم يمشون ويقول لك احنا راح نفوز، فياخذون شويه من الذهب ويخلون بجيوبهم. وبالمره الثانيه خلى شويه قطع اكثر ذهب، ماكو بلوكات من ذهب، فبدوا ايضا يركضون وياخذون. وبالدوره الثالثه كان اكو كنز كبير، فذول الاثنين القواي وقفوا يتعاركون على الكنز. في هالاثناء هذا الشخص البسيط الصغير القصير كان يركض وما له علاقه بكل هذا الذهب الموجود، فبالنهايه هو فاز لان هو كان مركز على الهدف. أنا دا أركض مو حتى أحصل هذا الموجود، وإنما حتى أفوز بهذه الأميرة كعروسة إلي. ولهذا دول الاثنين القواي اللي اعتقدوا أنه هم راح يفوزوا ما فازوا لأن ما كانوا مركزين على الهدف. وهذا هو اللي يعمله إبليس معنا، يخلينا أشياء بالطريق ويزينها ويخليها حلوة حتى نفقد هدفنا الأساسي اللي هو أنه نمشي خلف الرب يسوع المسيح. آمين آمين لإلهنا كل المجد. قسيس، قبل ما ننهي البرنامج، نصلي من أجل أخت بلقيس، وفي أخ اسمه أركان أيضا هو مريض، وطلبوا أنه نصلي من أجله، تفضل. آمين. أبونا سيدنا القدوس، يا رب يا رب، إحنا يا رب نرفع اسمك عالي فوق الجميع يا رب في وسطنا يا رب. يا رب أنا أصلي يا رب، أرجو من أختي بلقيس ومن أخوي أركان وكل من هو الآن أمام التلفزيون الذي يثق والذي يعترف بأن الرب يسوع قادر على شفائه وقادر على تسديد احتياجه وقادر على تفريج ضيقه، أرجوك أرجوك ارفع
ايدك، ارفع قلبك امام الرب يسوع المسيح، اعلن له في قلبك وقل له يا رب انا واثق فيك، انا مؤمن ثابت بثقتي بيك. يا رب انا اصلي يا رب بسلطانك يا رب ان تعطي شفاء، ان تعطي تسديد للاحتياج يا رب، ان تزور يا رب الكل يا رب في بيوتهم الان يا رب. يا رب كل من ما قدر يتصل يا رب زوره يا رب، وكل من اتصل وكل من شاهد يا رب، يا رب وان تكون معهم جميعا وتعطيهم بركات يا رب حيث لا توسع يا رب. ارسل روحك القدوس يا رب لانك فاحص الكلى والقلوب يا رب، واعطي لكل شخص سوء القلب حسب مشيئتك يا رب، واجعل يا رب نسمع شهادات يا رب عن عملك الصالح مع الجميع يا رب. يا رب احنا نرفع البرنامج يا رب ونؤمن ان كلمتك يا رب ما ممكن ترجع فارغه يا رب. نشكرك يا رب لانك تستخدم ناس ضعفاء وبسطاء مثلنا يا رب لمجد اسمك يا رب. يا رب ونعلن لك كل الاكرام والسجود باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح له كل المجد. امين امين لنا كل المجد. شكرا قس فادي، ثانك يو للاخوه اللي حضروا معنا، ونشكركم احبائنا من اجل انضمامكم لنا. وسلام الرب وشركه روحي القدوس تكون معكم في هذه الليله وتحفظكم. امين امين. في هالاوقات ناتي اليك لنسمع كلامك ونحظى بالحريه. قم احمل كل اتعابك وتعب. سياتي المسيح وليس لقلبي رجاء سوى أن يجيء المسيح. الإله الحي الذي نعبده ونحبه ونخافه هو مخلص جميع الناس. في الصليب أعلنت محبة الله للإنسان. هل تصالح مع الله؟ تعال إليه هتجد الراحة فيه، مش هتجد الراحة في أي حاجة تانية.